مباراة لعبت بالملعب أول نوفمبر بالمحمدية، فاز فريق اتحاد الحراش على ضيفه أمل القبة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في لقاء حضره جمهور قوي. تابع أطوار المقابلة الودية بكل روح رياضية. أهداف الصفرة تداول على توقيعها كل من بن عاشور في الدقيقة 18 والمهاجم بومشرة في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، بينما كان الهدف الثالث من توقيع عبيد في الدقيقة 88. أما الهدف الوحيد لنادي أمل القبة فكان من توقيع قاسم في الدقيقة 77. اتحاد الحراش سيلعب مباراة ودية أخرى مساء يوم الاثنين على الساعة 6 مساء بملعب أول نوفمبر بالمحمدية أمام فريق شبيبة سكيكدا. ستسمح للطاقم الفني بتصحيح العديد من الأمور قبل المواعيد الرسمية المقبلة.